السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بين قوسين، نسلط فيها الضوء على قضية إنسانية هامة. من إجمالي 23 مديرية في تعز، تعاني 15 مديرية تدهورا ملحوظا ومتسارعا في الجانب الإنساني، خصوصا تلك التي امتدت إليها حرب الميليشيا كقرى حيفان والوزعية، وصولا إلى الصلوة التي تشهد حالة نزوح جماعي. يوما بعد يوم تتسع فجوة الاحتياج الإنساني في تعز مع امتداد الحرب إلى الريف لريف المحافظة واستمرار الحصار شبه الكلي على المدينة. تشكو المستشفيات من انعدام أبسط الإمكانات الطبية ومن العجز عن مواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن قصف الميليشيا للمدنيين، فضلا عن معاناة ضحايا النزوح التي تعيشها نحو 30,000 أسرة. في حلقة اليوم سنناقش الفجوة الإغاثية التي تشهدها تعز، وكذلك أسباب تعثر وصول المساعدات ودور الحكومة والمنظمات المحلية والدولية. بداية دعوني أرحب بضيوفي في الحلقة. سيكون معي عبر سكايب من نيويورك الدكتور دحان النجار، رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، وسيكون معي عبر الهاتف من صنعاء الأستاذ محمد الأسعدي، الناطق الرسمي لمنظمة اليونيسف في اليمن. ومن تعز سيكون معنا حياة الذبحاني، عضو ائتلاف الإغاثة. ومن تعز أيضا سيكون معنا أيمن المخلالي في، وهو عضو ائتلاف الإغاثة بتعز. أهلا بكم ضيوفي الكرام وبكم مشاهدينا الأعزاء. فاصل ونبدأ الحلقة، فابقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا مع الدكتور دحان النجار، وهو رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الذي انضم إلينا عبر سكايب من نيويورك. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك دكتور. بداية، أنت كمراقب، كيف تنظر للوضع الإنساني في اليمن عموما وفي المناطق التي تم إعلانها كمناطق منكوبة كتعز مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. اليمن حالة كارثية الدرجة الأولى، وتعتبر في بعض الأحيان حالة شبه منسية، حيث أن المجاعة في اليمن ضربت الآن أكثر من 14 مليون إنسان، ومدارس اليمن ومستشفياتها خارجة عن الخدمة أو عن الجاهزية. ولكن هناك أيضا في اليمن مناطق متضررة أكثر من غيرها، بالذات محافظة تعز التي تعاني من الحصار على مدى عامين وسلت فيها الحياة تماما، في المستشفيات وفي العيادات الصحية وفي الجانب الغذائي. فهذه الحالة الكارثية الإنسانية تفرض على الجميع واجب تقديم ما يمكن تقديمه من أجل إنقاذ الإنسان. وهذه له دينية وأخلاقية ووطنية وإنسانية. نعم، أنتم لكم تجربة في تسيير الأعمال الإغاثية في اليمن دكتور، ما هي أهم العوائق والعراقيل التي واجهتكم أنتم في عملكم في إيصال المساعدات خصوصا في تعز؟ أهم العوائق هو غياب آلية استقبال المساعدات وآلية الدولة الغائبة في كثير من الموانئ والمطارات بشكل صحيح. هناك اجتهادات وهناك منافذ، لكنها لا تعمل بالشكل الصحيح، لأن الدولة تعرضت ربما ومؤسساتها إلى حالة من الشلل. أما بالنسبة لما يخص تعز، فتعز أكثر حساسية من غيرها، كون كل المنافذ إليها مغلقة ما عدا منفذ بسيط وهو المنفذ الجنوبي، والطريق ليست آمنة كما يرام، ولا يوجد هناك مطار لاستقبال الحالات الإغاثية الطارئة بشكل سريع. فإرسال المساعدات الإغاثي يأخذ وقتا طويلا حتى تصل الميناء، ومن ثم شق طريقها في بيئة غير آمنة
نعم حتى دكتور، كيف تعاملتم مع هذه العقبات خصوصا ما ذكرته عن غياب الحكومة وعدم مساعدته؟ هل تواصلتم معها؟ هل كان لديكم تواصل مع الحكومة لإطلاعهم على الوضع، أن غيابهم يعرقل وصول المساعدات ويعيق عملكم؟ أعتقد أنه السلطات الحالية الآن ليس الأمر بيدها، كون أن مسألة المنافذ البحرية والمطارات تعرضت للإغلاق، وتعرض طاقمها أيضا إلى التدمير، فعملية إعادة تشغيلها تأخذ وقتا وبحاجة إلى تجربة تراكمية حتى تستطيع أن تؤدي مهامها بشكل أفضل. دكتور، أنت تحدثت عن أبراز العراقيل التي واجهتكم كمنظمات دولية حاولت مد يد العون في تعز. قبل أسابيع أو قبل أيام منع الحوثيون وفد اليونيسف من دخول تعز وإيصال المساعدات. لم يكن هنالك، لا نقول إدانة ولا تحميل المسؤولية للطرف الذي يمنع وصول المساعدات، ولكن لا يوجد حتى دعوات. يعني أليس من المفترض مثل هذه المنظمات عندما تمنع من دخول تعز أن تدعو الجهات لفتح الممرات وتحملها مسؤولية تدهور الوضع إن لم تقم بفتح الممرات؟ صحيح، هناك غياب إعلامي وغياب عن المسؤولية الأخلاقية في إدانة كل حدث على حدة، لكن لن أكون مجافي للحقيقة تماما. هناك تقارير نشرت عن تعز وعن حالة الحصار اللي حول تعز إلى الآن، لكن من وجهة نظري لم تكن كافية، كون الحالة اللي تعيشها المدينة بحاجة إلى اهتمام دولي من قبل الحكومات والمنظمات الإنسانية وكذا المنظمات الإنسانية المحلية بشكل أكبر. أي أنه كان متابعة هذه الحالة وتشكيل ضغط على من يفرض الحصار من أي جهة كان كي تسهل عملية إدخال المواد الإغاثية إلى المدينة. فأنا متفق معك، هناك تقصير إلى حد ما، ويفترض أن تتم المعالجة لهذا التقصير بشكل أفضل، وأن تكون هناك حملة إعلامية ضاغطة كي تفرض إخلاقيا على من يسد المنافذ في فتحها أمام الإغاثة بشكل أفضل. نعم دكتور، بالحديث عن الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني وخاصة في تعز، لعلك تابعت كالجميع جلسة مجلس الأمن الخاصة في اليمن في الأمس. كيف تقيم تطرقهم للوضع الإنساني، وخاصة أنهم لم يتطرقوا ولم يفردوا المساحة التي تتناسب مع حجم الكارثة في تعز؟ لم يتطرقوا إلى تعز، ولم يذكروا ولم يشيروا للجهة التي تعرقل وصول المساعدات إلى هذه المحافظة المنكوبة. بشكل عام أنا أرى شخصيا بأن المجتمع الدولي ربما يتعامل مع الحرب في اليمن كحرب منسية إلى حد ما. نعم. فهناك تقصير واضح من جانب المجتمع الدولي وبالذات من جانب الأمم المتحدة في أخذ المسألة بعين الاعتبار بشكل أكبر. لا يمكن أن يكون هناك بلد 82% من سكانه يتعرضون للمجاعة والمجتمع الدولي لم يعلن هذا البلد يعني في حالة كارثية. أنا أعتقد هناك تقصير، ومن واجب المنظمات والجهات الوطنية اليمنية أن تعمل كل ما في وسعها من أجل أن تقنع هذا المجتمع الدولي برفع صوته تماما وتحمل مسؤوليته الإخلاقية أمام الشعب اليمني وبالذات أمام المدن والمحافظات المحاصرة التي تعاني من حصارا خانقا في كل جوانب الحياة. نعم دكتور، إذن ابقى معي واسمح لي أن أشارك معنا في الحديث من تعز لتوضعنا في الصورة بشكل أوضح. تنضم إلينا من تعز عبر الهاتف حياة الذبحاني، وهي عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية. مرحبا بك حياة، هل تسمعيني؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك حياة، ضعينا في الصورة الحقيقية للوضع الإنساني في تعز، وأنت ابنة تعز والمعايشة للوضع. كيف هو الوضع الإنساني في تعز الآن؟ نعم، الوضع في مدينة تعز كارثي للغاية، مأساوي جدا حد الكون. الفقر هنا أصبح مدقعا الأسر المتعففة،
التي كانت في مرتبة 90%، مستواها المعيشي هبطت إلى 30%، ولكم أن تقيسوا على بقية الأسر التي لا تستطيع توفير كثرة خبز. وأنا لا أبالغ هنا، بل أن الفقر هنا في مدينة تعز والمجاعة أصبحت تهدد كل شرائح المجتمع في هذه المدينة المنكوبة المحاصرة، التي هي خارج نطاق التغطية تماما من المنظمات الإنسانية والمنظمات التي تدعي حقوق الإنسان، وكذلك الهيئات الإغاثية في كل أنحاء العالم التي لم تلتفت إلى هذه المدينة. كان البعض يتحجج بأن مدينة تعز هي مدينة محاصرة ولا يستطيعون الدخول إلى هذه المدينة. كسر الحصار من الجهة الغربية، الضباب ثم التربة لحج عدن، وأصبحت الجهة الغربية والمدخل الغربي للمدينة مفتوح أمام المواكب الإغاثية التي تنتظر مدينة تعز قدومها. نعم. لكن للأسف الشديد لم نرى من هذه حياة. ما هي الأولويات الإغاثية التي تحتاجها تعز الآن؟ نعم، تعز تتمنى أولا قطرة ماء نظيفة. هذه المدينة تعاني من شحة كبيرة في مياه الشرب. نحن نحيي من هنا دولة الكويت الشقيقة التي تكفلت في إعادة تهيئة الآبار في هذه المدينة، وحاولت قدر المستطاع أن توصل المياه إلى الحواري وإلى الخزانات في المناطق السكنية في مدينة تعز. أضف كذلك إلى المواد الإغاثية، الأرز، السكر، القمح، الدقيق. أصبح المواطن البسيط لا يستطيع توفير هذه الاحتياجات. الناس هنا أصبحت في وضع مزري للغاية. الرواتب منقطعة منذ شهرين، الشركات مغلقة، كل فرص الأعمال هنا في مدينة تعز توقفت، وأصبح فعلا الناس في مجاعة شديدة في هذه المدينة. لم تعد نعم. إذن حياة في ظل هذا الوضع حياة في ظل هذا الوضع الذي السيء الذي تتحدث عنه، كيف يتصرف المواطنون؟ ما هي البدائل التي يلجؤون إليها؟ كيف يتصرفون في هذا الوضع؟ نعم، أريد فقط أن أنوه إلى أن كذلك من الاحتياجات العاجلة لهذه المدينة الوضع الطبي. أصبح هنا كارثي للغاية، مستشفيات متهالكة، نقص في الأدوية، عدم وجود الأطباء المتخصصين في هذه المدينة. نحن نحاول بقدر المستطاع في هذه المدينة أن نخفف من هذا الألم، وهو أن كثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير يقومون بتنفيذ أنشطة هنا من شأنها أن تخفف هذه المعاناة. توزيع بعض السلال الغذائية لهذه الأسر، إضافة كذلك إلى أن هنا أصبح 75% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم، لأن البعض أصبح في حقيقة الأمر ما يستطيع أن يوفر دخله اليومي. كثير كذلك من المبادرات الشبابية ومن فاعلي الخير الذين نحييهم على جهودهم تجاه تعز. وأنا من هنا أقول بأن تعز تحتاجكم اللحظة إلى تجار مدينة تعز وإلى رجال المال والأعمال وإلى كل من يحب هذه المدينة. يجب أن يلتفت إلى هؤلاء السكان الذين هم محاصرين في هذه المدينة، الذين كذلك مشردين في المدارس وفي كل قرى وعزل ومديريات مدينة تعز وفي كل أنحاء الجمهورية شردتهم هذه الحياة. لو تحدثنا عن الصلو، أهالي الصلو أطلقوا نداء استغاثة أنهم المئات من أبناء الصلو الآن يقبعون في العراء بدون أي مأوى أو حتى غذاء. ما الذي تم عمله جراء هذا النداء والإعلان والمناشدات التي أطلقوها؟ نعم، ليس فقط مدينة الصل، بل الشقب ومشرعة وحدنان وهيجة العابد وجبل حبشي وقرى الدح في الضباب. هذه المناطق التي تحاول ميليشيا الحوثي أن تهجر المواطنين منها وأن تلقي بهم إلى العراء، بينما لا نجد أي التفاتة من الدولة أو من الحكومة أو من المنظمات الإغاثية أو من حقوق الإنسان أو من هيئة الأمم المتحدة. مجلس الأمن يعقد جلساته ولا يشير حتى لمدينة تعز وللمساعدات الإنسانية في مدينة تعز. لم يسمح لبعض المواد الإغاثية التي أتت من بعض المحافظات إلى الدخول إلى
نعم. مدينة تعز. شكرا حياة. بعض الإغاثات التي تصل إلى مدينة تعز هي في حقيقة الأمر لا تفي حتى بنسبة 5%. نحن نحاول أن نخفف من هذا العدد. اتضحت الصورة حياة. يجب على نعم. الدولة أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والإنسانية تجاه السكان هنا في مدينة تعز. نعم شكرا جزيلا لك حياة، أنت عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. مشاهدينا الكرام نذهب، تكرم بالبقاء معي دكتور دحان، ونذهب لمشاهدة آراء بعض المواطنين عن أهم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، نتابع ثم نعود. الشعب كان يعني معتمد على هذا المعاش، الآن قطع المعاش أخيرا. الميليشيا دائما تصر على خنق تعز، تصر على يعني محاولة إخضاع أبناء تعز، ولكن نحن نقول للميليشيا بعيدا عنكم هذا الحلم لن يتحقق، لن يتحقق مهما حاولتم. الظروف الاستثنائية التي تعيشها تعز تحتاج إلى إغاثة عاجلة في شتى الجوانب، في الجوانب الطبية فهنالك اليوم جرحى ومرضى في المستشفيات، ومن عدم يشكون من قلة توفر الأدوية، وكذلك نحتاج إغاثة في الجانب التعليمي. اليوم المؤسسات التعليمية بدأت في العودة، فنحتاج إلى إعادة تأهيل هذه المؤسسات ودعمها لاستمرار في عملها، وكذلك في الجانب الغذائي فحالة الناس في هذه الأشهر مع عدم صرف الرواتب حالة يرثى لها، فندعو الحكومة الشرعية إلى الاستعجال في صرف الرواتب. طبعا أهم الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها محافظة تعز خاصة مثل هذه الأيام، ومنذ عام ونصف نحن نحتاج الغذاء، نحن نحتاج الأكسجين، نحن نحتاج الماء، نحن نحتاج في الفترة الأخيرة نحن نحتاج الراتب، الراتب العمود الفقري للمواطنين بشكل عام اليوم نحن فقدناه. لذلك مدينة تعز تحتاج كل شيء من قطرة الماء حتى البطانية وحتى الفراش وحتى الغذاء وحتى الأدوية وحتى الإغاثة بشتى أنواعها. إذن بالعودة إليك دكتور دحان، لعلك استمعت لآراء بعض المواطنين هناك في تعز، وأيضا استمعت لحياة الذبحاني التي وضعتنا في صورة الوضع الإنساني عامة في تعز، وأوردت أهم ما يعانون منه حاليا. برأيك من هو المسؤول الأول عما يحدث اليوم في تعز؟ أنا من وجهة نظري المسؤول الأول هو المجتمع الدولي الذي أهمل قضية تعز ولم يقم بواجبه أمامها كمحافظة منكوبة بحاجة إلى الإغاثة الطارئة بكل ما تعنيها الكلمة. كان المفروض أن يقوم المجتمع الدولي وبالذات الأمم المتحدة بتشكيل جسر جوي وبري وبحري إلى محافظة تعز لمدها بكل ما تحتاج حفاظا على مواطنيها المدنيين الأبرياء الذين يعانون من شتى أنواع الحرمان الطبي والغذائي وإلى آخره. وهناك أيضا مسؤولية أخلاقية على اليمنيين أنفسهم، على الحكومة الشرعية كان يجب أن تقوم بدورها بشكل أفضل، على الطرف الآخر كان يجب أن يطغى الجانب الإنساني ولا تعاقب تعز بسد المنافذ إلى هذا الحد المفرط، وأيضا منظمات المجتمع المدني كان بالإمكان أن تلعب دور أفضل في هذا الجانب وتكثف من جهودها إعلاميا وماديا في سبيل إنقاذ المدنيين في تعز. أيضا لابد من أن تكون هناك طاقة استيعابية للإغاثة داخل تعز بشكل جيد. أنا لا أقلل من أهمية لجنة الإغاثة القائمة ومحاولات السلطات في تذليل الصعوبات، لكن أيضا هناك تواصلات مباشرة بين جهات مدنية وإدارية داخل المحافظة وجهات إغاثية ربما وطنية وربما عالمية. نعم. لا أعتقد أن الآلية مناسبة. أحيانا عندما ترسل بعض الأشياء إلى مدينة تعز وهي تبرعات واجتهادات من ناس يريدون أن يقدمون شيئا لأهلهم في تعز، لكن أحيانا يكون دكتور سناتي لهذه النقطة ونتحدث عن الآلية بشكل أوسع. نشرك الآن معنا في الحديث من تعز أيمن المخلافي وهو عضو ائتلاف الإغاثة، مرحبا بك أيمن.
مرحبا اهلا وسهلا. ايمن، نعم، ابناء مدينه الصل ومديريه الصل يطلقون نداء استغاثه ومناشدات، ان المئات منهم يقبعون الان في العراء بدون اي مساعدات ولا ماوى ولا غذاء. ضعنا في صوره هذا الوضع وما الذي تم عمله ازاء هذه المناشدات والاستغاثه. نعم، بالفعل الصل والى جانبها 15 ديرية تعاني الحصار والنزوع والحرب. توسعت الحرب الآن، تشهدها 15 مديرية في محافظة تعز، مديرية الصلو وحيفان والوازعية والعزل التي أمامها الأحكوم وغيرها. أطلقنا مؤخرا نداءات استغاثة لكن لا مجيب لهذه النداءات. تعز تقبع الحصار منذ سنة ونصف وازداد، ويعني نحن نؤكد أنه ما قبل شهرين ونصف تم الانشلاق الجزئي للمدينة بخطوط فرعية لمحافظة عدن، لكن منذ أن انفتحت هذه الخطوط لم تدخل أي مساعدات غذائية لا دولية ولا محلية ولا من قبل الحكومة. نستغرب من هذا التجاهل تجاه محافظة تعز رغم نداءات الاستغاثة التي أطلقت، رغم النزوح الكبير من المديريات، رغم توسع دائرة الحرب في المديريات، رغم يعني ازدياد الحصار والخناق على محافظة تعز. نعم أيمن، أنتم في ائتلاف الإغاثة هل لديكم إحصائيات أرقام وعن الاحتياجات وعن عدد المحتاجين ترفقونها بنداءاتكم للمنظمات؟ نعم، نحن رفعنا احصاءات مثاليه سواء للحكومه او للمنظمات الدوليه لاحتياج المحافظه في الجانب سواء الغذائي ام الصحي ام يعني في جميع المجالات، كان منها في الجانب الغذائي احتياج المدينه وبشكل عاجل الى ما يقارب 600,000 سله غذائيه تدخل عاجل لجميع مديريات محافظه تعز، وخصوصا مع توسع الدائره الحرب في 15 مديريه داخل محافظه تعز. هذا في جانب الغذاء. في جانب الدواء، الان المحافظه على وشك انهيار صحي، يعني على وشك كارثه صحيه داخل تعز، خصوصا مع كثره يعني مع الامراض التي في هذه الفتره سواء الكوليرا او غيره خصوصا مع توقف الميزانيه في الميزانيه الماليه التشغيليه للمستشفيات داخل المدينه. الان مستشفيات المدينه تطلق نداءات استغاثه، اقسام الكلى والجراحه والباطنيه ومستشفى الثوره الذي هو الان اهم المستشفيات العامله في تعز. ايمن، لو تحدثنا عن الثوره الذي ما زال قائم لكن بقيه المستشفيات اكثر الاقسام متوقفه تماما. نعم ايمن، لو تحدثنا عن قياده المحافظه والحكومه، اين هي قياده المحافظه من هذا الوضع ومما يحدث في تعز؟ طبعا قياده المحافظه مثلها مثل المنظمات الانسانيه داخل المحافظه التي اطلقت نداءات استغاثه يعني متكرره وبشكل دوري، يعني مناشده للحكومه ومناشده للمنظمات الانسانيه، لكن لا يعني لا مجيب. يعني كان اخرها ما يقال منذ اسبوعين اطلقنا نداء استغاثه، لكن نقول ان هناك يعني تقصير من لابد ان يتم النظر بعين المسؤولية لمحافظة تعز. كونها تعيش وضع استثنائي وحصار، لابد التعامل مع محافظة تعز بتعامل استثنائي، أن هذه المدينة مدينة محاصرة، مدينة يعني غير بقية المحافظات. يعني مؤخرا تم اكتشاف أنه هناك الكثير من التمويل والدعم سواء مثل سلمان وغيره عبر منظمات دولية، لكن نتفاجأ أن يقول لك هذه المدينة محاصرة ولا نستطيع إدخال المواد أو المواد الصحية لأن المداخل مغلقة وميليشيا الانقلابية تمنع الدخول. نحن نقول أنه لا، يجب التعامل بشكل استثنائي مع محافظة تعز، إما عبر كما قال الضيف عندهم أنه عبر طريق جسر جوي أو أي شكل استثنائي محافظة تعز. إذا دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي الدكتور دحان. دكتور دحان، لعلك استمعت لحديث أيمن، تحدثنا عن دور القيادة المحلية والحكومة. المسؤول الأول عن هؤلاء ليس بيدهم سوى
إعلان استغاثة وإطلاق نداءات. من سنة ونصف أعلنت الحكومة تعز مدينة منكوبة، لم ينتج شيء عن هذا الإعلان. أليس من المعروف أن عندما يتم إعلان مدينة منكوبة أن يتم توجيه الأنظار نحوها وبالتالي توجيه المساعدات بما يتناسب مع حجم هذه المعاناة؟ ولكن سنة ونصف منذ أن أطلق الإعلان لا شيء تغير، تفاقم الوضع ولا شيء تغير على مستوى المساعدات. أنا أتفق مع الأخ أيمن بأن هناك تقصير واضح تجاه تعز. نعم. وأنا قلت منذ البداية بأنه أصبح الحال في تعز شبه منشي على المجتمع الدولي وعلى الجهات اليمنية. أقول حالة كارثية بهذا الحجم وحصار بهذا الحجم كان يمكن أن يكون التدخل أكثر فعالية. هناك مناطق محاصرة في العالم وصلتها المساعدات أحيانا عن طريق الإنزال الجوي، إذا لم يكن في إمكانية عن طريق المنافذ البرية أو البحرية فيكون هناك إنزال جوي عبر وسائل الأمم المتحدة. نعم. للغذاء وللدواء. ما يحصل بحق تعز تقصير بشكل واضح، وأنا أيضا أحمل جزء من المسؤولية أبناء تعز سواء اللي في اليمن خارج محافظة تعز أو في العالم، عندهم قدرة إعلامية طيبة جدا، وتعز كانت دائما في المقدمة في إغاثة بقية المحافظات والمناطق اليمنية. نعم. فكان لابد من تنظيم حملة إعلامية واسعة في سبيل شد انتباه الناس إلى حالة تعز. لا نقول هذا الأمر بالإحباط ونتوقف عن نقطة المظلومية فقط، لابد من أن نحاول أن نعمل شيء في إيصال المساعدات للناس. أيضا لابد من أن يكون في هناك يعني روح طيبة لاستقبال أي مساعدة تأتي. أحيانا عندما تأتي بعض المساعدات إلى محافظة تعز وفي يشوبها بعض النواقص توجه حملات إعلامية شرسة ضدها، أحيانا تكون جارحة مما يجعل بعض الأطراف تحجم عن المساهمة. نعم دكتور فضل، لو ركزنا عن الدور على الدور الحكومي، من المعقول أن ليس بيدهم سوى إطلاق النداءات؟ الجانب الحكومي اليوم لديه إمكانية في الوصول إلى تعز، ميناء عدن مفتوح وطرق مفتوحة إلى داخل تعز. نعم. بشكل واضح، لا يوجد هناك مبرر للتقصير إطلاقا. والمجتمع الدولي أيضا لا مبرر له في هذا التقصير، عليه أن يستخدم هذه المنافذ وهذه الطرق. أنا قلت في حالة الحصار المفرط هناك يتم إنزال جوي لكل المواد الغذائية والطبية، فما بالكم في تعز الآن في إمكانية بأن تصل. نعم. إذا دكتور، المنافذ البرية هناك تقصير واضح، فلابد أن يتحمل الجميع المسؤولية. نعم، تقصير واضح من قبل الجميع. دكتور تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن نتحول والمشاهدين لمتابعة مادة معلوماتية أعدها لنا الزميل وديع عطاء. نتابع. إذن بالعودة إليك دكتور دحان، لو تحدثنا عن الآلية التي يتم من خلالها إيصال المساعدات إلى تعز وتوزيعها، هنالك أتتنا بعض العتب من قبل المواطنين في تعز وهي عدالة التوزيع، ليس هنالك عدالة في توزيع المساعدات القليلة التي تستطيع الوصول تتمكن من الوصول إلى تعز. أعتقد هذه إشكالية واضحة، ويجب على من يتلقى المساعدات أن يكون فوق كل المسميات والحساسيات سواء كانت مسميات حزبية سياسية أو جهوية وإلى آخره.
المواطنين كلهم أهلنا في تعز، ويجب أن تصل لهم وتوزع عليهم المساعدات بشكل عادل. أحيانا تحصل بعض الأخطاء الغير مقصودة، نعم، وتوجه تهم أكثر من اللازم للجهات المانحة، ربما تكون مجحفة، لكن أنا أرى أنه في أيضا خلل ربما كان على منظمات المجتمع المدني أن تشكل اللي تلعب دور إغاثي، أن تشكل آلية معينة ائتلافية وتنسق مع هيئة الإغاثة، تنسق مع بقية الجهات اللي ربما الآن نتيجة للحرب المجاميع المسلحة هنا وهناك، لأنه أصبحت المدينة كجزر على ما أعلم أنا، منفصلة أحيانا عن بعضها البعض. فلا بد من المحاوله لايجاد اليه تنسيقيه تقوم يعني بالتوزيع العادل على للمواد الغذائيه على المستحقين لها اينما كان. نعم، اذا ننقل اليك هذه النقطه ايمن، وانت عضو ائتلاف الاغاثه. ايمن المخلافي، ماذا عن اليه توزيع المساعدات التي تصل الى تعز؟ نعم يا عزيزي، نحن نقول انه يعني لم تدخل اي مساعدة غذائية منذ فتح الحصار، يعني منذ شهرين ونص منذ اشتداد الحصار. يعني ونقول انه مهما دخلت اي مساعدة غذائية، مهما كانت يعني حجمها، الا انها لا تكفي ولا ولو بنسبة بسيطة لقدر الاحتياج الذي يحتاج اليه المواطنين. لذلك يلجا المواطنين انه يعني انا اتذكر يعني يوم انا دخلت برنامج الغذاء العالمي ومدينه تعز في اوج الحصار في حدود كل مدينه حفره ادخلت 3000 سله غذائيه لما يقارب يعني مليون مواطن. يعني بربك ما بس يكون راي المواطنين وما بس المواطنون، يعني كانوا يريدوا ان تكون المعركه معركه داخليه بيننا بين الجهات الاغاثيه وبين المواطنين. يعني تدخل 3000 سله غذائيه لمئات الالاف من المواطنين الذين يعيشون الحصار، الذين يعني منذ سنه لم يمتلكوا يعني اي مواد غذائيه داخل بيوتهم، تاتي كميات قليله مما يضطر المواطنون يقولوا ان المساعدات لا تصل ولم توزع بشكل عادل، نتيجه ان المساعدات التي تصل نعم مساعدات بسيطه جدا ولم نعم ترد حتى. ايمن سؤال اخير، لم يعد لدينا وقت، يعني باقل من دقيقه، ما هي اهم الاولويات الاغاثيه التي يحتاجها اهل تعز الان وخصوصا النازحين في المناطق المنكوبه كالصل والوازعيه وغيرها؟ بالنسبه للاحتياجات، الاحتياجات كبيره داخل المدينه، ولكن ابرزها هو الاحتياج الغذائي وخصوصا مع انقطاع الرواتب، مع عدم دخول المساعدات، مع انحصار المدينه دخول المساعدات الغذائيه، تدفق المساعدات الغذائيه ايضا في مجال الصحي، انقاذ الانهيار الصحي ودعم المستشفيات ايضا. يعني بالنسبه للمديريه التي تشهد نزوح، توفير اماكن للنازحين، توفير يعني مستلزمات يعني النزوح من يعني من فرش وغذاء وغيره. هذه هي ابرز الاحتياجات. نعم، اذا ايمن شكرا جزيلا لك. نعم، اذا ايمن المخلافي عضو ائتلاف الاغاثه كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الان نشرك معنا في الحديث الاستاذ محمد الاسعدي وهو مسؤول الاعلام في اليونيسف. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بك سيد محمد. منذ ايام منع وفد اليونيسف من دخول تعز، تكرم ضيفي الدكتور دحان بان عدم التصريح عن وتحميل مسؤوليه الطرف الذي منع دخول الوفد والمساعدات يفاقم من الوضع، ما هو تعليقك؟ دعنا اقول اننا نعمل في منظمه اليونيسف على تقديم المساعدات لكل اطفال اليمن في ظل هذه الظروف الصعبه التي تعيشها البلاد. نعم. بالتاكيد نواجه معوقات كثيره يوما بعد اخر، احيانا تتمثل بعدم تمكننا من الوصول بشكل مباشر كموظفي اليونيسف للجهات المتضرره والمناطق المتضرره. نعم. ولكن هذا لا يعني ان مساعداتنا لا تصل، هذا لا يعني اننا لا نقدم البرامج. بالتاكيد هناك ربما احتياج اكبر بكثير من القدره على الاستجابه التي تملكها منظمه اليونيسف نظرا لتفاقم الازمه وتعدد اوجه الصراع، وايضا اتساع دائره ورقعه هذا الصراع، ازدياد عدد الجبهات التي تفتح يوما بعد اخر في مناطق مختلفه، مما يجعل امر الاستجابه امرا معقدا وصعبا للغايه. نحن نعمل في تعز، نوفر المياه بشكل يومي لمئات الاف المواطنين الذين يسكنون في المدينه، سواء عن طريق الناقلات إلى نقاط توزيع المياه أو عن طريق دعم مؤسسة المياه بتوفير الوقود لتشغيل المحطات وضخ المياه
كما كان عليه الحال قبل هذه الصراع، وخصوصا في المناطق التي ما زالت الشبكة تعمل أو تم ترميمها وصيانتها من قبل اليونيسف، ونضح من الآبار التي تم إعادة تأهيلها من قبل اليونيسف أيضا. هناك أيضا توفير خدمات التغذية العلاجية وخدمات اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية الأولية للأمهات الحوامل والمرضعات التي تقدمها فرق ميدانية متنقلة تنتقل بين الأحياء في 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 محافظة تعز. أيضا مؤخرا استطعنا أن ندعم أحد المستشفيات المحلية في مدينة تعز لمعالجة الأطفال المصابين والذين تم تضررهم بشكل كبير جراء تعرضهم للقصف. نعم أستاذ محمد، ولكن هنالك بخصوص منع وفد اليونيسف من دخول تعز، هنالك من يتساءل لماذا لا يتم بشكل رسمي وصريح تحميل مسؤولية الأطراف التي تعرقل دخول المساعدات ودعوتهم، وليس إدانتهم وإنما دعوتهم للتعاون حتى تصل المساعدات. ربما المشاهد والمستفيد من المساعدات الإنسانية بحاجة أن تصل إليه المساعدات الإنسانية أكثر من أن يشهد مسؤول اليونيسف موجود داخل الأرض. بالتأكيد وجود فريق اليونيسف بداخل مدينة تعز وزيارة المناطق المتضررة وتقييم الاحتياج تقديم المساعدة أمر مهم، ولكن في المقابل إذا لم نستطع الوصول كأشخاص لدينا من يقوم بالعمل في الميدان ويقدم هذه المساعدات. هناك تواصل بالتأكيد مع كل أطراف الصراع في البلد داخليا وخارجيا بحيث يسر عمل الوصول والمساعدات وأيضا تقييم الاحتياجات. بالتأكيد نتواصل أختي العزيزة ونتواصل مع كل الأطراف، وإذا صمتنا ربما بشكل عن التصريح والتشهير والكلام الذي ترجوه وسائل الإعلام، نحن نعمل بصمت ونواصل العمل من أجل الأطفال وليس من أجل تأجيج الصراع والتغذية وسائل الإعلام بمادة غير ربما متناسقة ومنسجمة مع عملنا الميداني من أجل مساعدة الأطفال. وصلت الفكرة أستاذ محمد، دعني أنقلها إلى الدكتور دحان نجار. إذن دكتور دحان، لعلك استمعت لحديث الأستاذ محمد أن عدم إعلانهم أو دعوتهم للأطراف لتتم لا حاجة له، ما هو تعليقك؟ أنا أقدر كلام الأستاذ محمد وموضوعيته واللغة المعتلة اللي يستخدمها. أنا لا أتكلم عن الجانب السياسي، أنا أتكلم عن الجانب الإنساني في تعز. تعز أكثر المحافظات اليمنية اكتظاظا بالسكان، وهذا يعني أنه كان لابد من أن، وأكثر المحافظات اليمنية انتشارا للحرب في كل أريافها تقريبا الآن من باب المندب حتى الجند، فكان لابد من إعطاء اهتمام أكبر في الجانب الإنساني للإنسان المدني الذي يعيش داخل محافظة تعز. لابد من حملة إعلامية قوية من أجل توفير متطلبات هذه المحافظة وسكانها، بعيدا عن التشنجات السياسية أو الانحياز لهذا الطرف أو ذات. أنا أقول الكل مقصر في حق تعز، الكل مقصر في حقها، ما فيهم جزء من أبنائها المقيمين خارجها. تعز بحاجة إلى أن تعطى اهتمام أكبر، ووسائل المساعدات اللي تأتي عن طريق الأمم المتحدة يجب أن تكون بكميات أكبر مما هي عليه، لأن هذه المحافظات تشكل تقريبا ربع سكان اليمن. فمن وجهة نظري ما يصلها قليل جدا. أيضا هناك جهات أخرى مثل مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، أنا لا أتكلم عن الجانب السياسي، كان من المفترض أن تكون مساهماته أكثر في هذا الجانب. أيضا هناك منظمات إنسانية أخرى غير منظمات الأمم المتحدة دولية تعمل في اليمن، من المفترض أن توجه اهتمامها أكثر إلى هذه المحافظة. وحتى أنها تضع النسب من المساعدة الإغاثية اللي تقدمها بحسب سكان كل محافظة. إذا اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد، ما هو حجم الفجوة التي تعاني، الفجوة الإنسانية التي تعاني منها تعز حاليا، وما هو تصوركم أو لديكم خطة لمواجهتها؟ دعيني أقول أنك لم تكوني دقيقة في الاختصار عندما اختصرت كلامي. نحن نعمل ونتواصل بشكل يومي وحثيث مع كل الأطراف، أطراف الصراع في الداخل والخارج، من أجل تحسين سبل الوصول لكل المتضررين في تعز وفي صنعاء وفي مارب وفي الجوف وفي الضالع وفي البيضاء وفي كل مكان.
كانت عملنا مهما كان كانت ملاحظة السيد محمد ليس على طريقة التواصل وإنما أن تحملوا مسؤولية الطرف من منع دخول وفد اليونيسف إلى تعز أن تحملوا مسؤولية ومن حقنا أن نعرف كيف تتواصلون مع هذه الجهات. نحن نتواصل مع كل الجهات بشكل مباشر عن طريق الزيارات والاتصالات والمراسلات والخطابات الرسمية التي نحررها لهم، وليس كل ما ينبغي أن نقوم به يجب أن يكون في الإعلام، لأن قد يعقد ويصعب علينا العمل في 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 تقديم الاستجابة. كنا نريد أن نوضح هذه جزئية منع دخول وفد اليونيسف إلى تعز. الآن لو عدنا بالحديث عن الفجوة الغذائية والإنسانية التي تعاني منها تعز، ما هي حجم هذه الفجوة وما هو تصوركم في اليونيسف لمواجهتها؟ دعنا أقول أن تعز، أنا أثني على كلام الضيف العزيز عندما تحدث عن أن هناك تقصير كبير وتعز تعاني من حرمان كبير من المساعدات الإنسانية، أو أن ما يصلها من المساعدات ليس بالقدر الكافي. بالتأكيد ليس بالقدر الكافي. نحن في منظمة اليونيسف نعمل في مجال توفير المياه وخدمات الإصلاح البيئي، نعمل في توفير الرعاية الصحية الأساسية للأطفال والأمهات المرضعات والحوامل، نعمل بتوفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية، ولكننا لا نوفر سلال غذائية كما توفرها بعض المنظمات كبرنامج الغذاء العالمي وغيره. إن لم يكن هناك تكامل بالاستجابة الإنسانية، وهذا التكامل يتم عن تنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة العاملين في المجال الإنساني سواء كانت منظمات محلية أو دولية أو جهات رسمية، سيكون هناك بالتأكيد خلل وتقصير. حجم التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية بشكل عام في اليمن هي لم تتجاوز 50%، بمعنى أن هناك 50% عجز في توفير الاحتياجات أولا. ثانيا، أن الأزمة متجددة، كل يوم تفتح جبهة وتستهدف مدينة وتستهدف قرية ومديرية، وبالتالي مهما كان لديك من استعدادات تصل لمرحلة أن ما لديك من جهد وتمويل وكفاءة بشرية ومادية تقل أمام هذا التزايد الكبير لعدد الاحتياج. هناك نزوح كبير من المدينة إلى المديريات ومن المديريات اللي في داخل مدينة تعز إلى المحافظات المجاورة، وهذا يشكل ضغط أيضا على الموارد الشحيحة أصلا التي كانت قبل هذه الحرب. سيد محمد، بالحديث عن النازحين، أهالي الصلو أطلقوا أمس مناشدة ونداء استغاثة أن المئات منهم الآن يقبعون في العراء دون مأوى ودون حتى غذاء. ما الذي ستعمله اليونيسف لهؤلاء وفي المناطق المنكوبة كالوازعية وحيفان وغيرها؟ دعينا أقول أن العمل في الاستجابة الإنسانية هو عمل منسق وليس عمل فردي. منظمة اليونيسف تعمل ضمن مجموعة العمل الإنساني، هناك جهات تقوم على مسألة الإيواء وتنصيب الخيام وترتيب المساكن للنازحين، ونحن نقوم بتنصيب الحمامات وتوفير شبكة الإصلاح البيئي وتوفير المياه الصالحة للشرب. أيضا إذا استمر البقاء في مكان معين في مخيم معين أو في مكان، نوفر للأطفال مساحات صديقة بحيث يتم مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية. أيضا نقوم بتوفير الدعم الصحي والأساسي لهم، توفير التوعية التثقيفية الصحية من أجل تجنيبهم الأمراض وخاصة الكوليرا والتيفويد التي منتشرة مؤخرا، أيضا تجنيبهم أمراض الإسهالات، توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتحصين الأطفال. هناك منظمات توفر الغذاء، هناك منظمات توفر العيادات المتنقلة، هناك منظمات تأتي بدعم بشكل آخر. المسألة ينبغي ألا يخرج هؤلاء الناس من منازلهم، ينبغي ألا يكون هنالك حرب، ينبغي أن تتفهم كل أطراف الصراع أن ما قد حدث لليمن واليمنيين يكفي ويكفي كثيرا جدا جدا لأجيال قادمة. انه صار وقت التوصل الى اتفاق سياسي يجنب كل هؤلاء المدنيين وكل هؤلاء الابرياء هذه الكوارث التي يتعرضوا لها يوما بعد اخر. شكرا جزيلا لك محمد الاسعدي، مسؤول الاعلام لليونيسف في اليمن، شكرا جزيلا لك. اذا بالعوده اليك دكتور دحان، ما هي توصياتك او نصائحك للحكومه والمنظمات الدوليه؟ ما هي الاجراءات الاغاثيه العاجله التي يمكن ان والخطوات العمليه التي يمكن اغاثه بها اهالي تعز؟
أنا أكرر وأقول بأن كل الجهات مقصرة في حق تعز ولم تعطي الاهتمام الكافي. صحيح تكلم الأستاذ محمد حول نوعية أو عدد الخدمات التي تقدم، لكن ما هو حجم هذه الخدمات؟ يعني هل تغطي احتياجات سكان المحافظة البالغ عددهم أكثر من 4 مليون شخص؟ لا أعتقد ذلك. ولذلك أنا أدعو أولا المجتمع الدولي بأن يقوم بمهمته الإنسانية بشكل أكمل وأشمل وأوسع في محافظة تعز. لا يمكن السكوت أو فقط التعبير عن الأسف أو التعبير عن التعاطف. الجهات اليمنية المختلفة المعنية يجب عليها أن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي وتخفف من معاناة سكان محافظة تعز بشكل فعلي. كيف ذلك دكتور؟ أو ذات. بل نريد عمل فعلي على أرض الواقع يخفف من معاناة المواطنين في تعز. نعم، كيف ذلك دكتور؟ هذه أن تكون بشكل فعلي على أرض الواقع، كيف يمكن للحكومة أن تترجم أعمالها على أرض الواقع؟ الحكومة عليها مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية بأن تعمل على تكثيف نوع المساعدات وإدخالها إلى محافظة تعز. الطرف الآخر عليه واجب إنساني وأخلاقي بأن يفك المنافذ التي تقع تحت سيطرته لإدخال المواد الإغاثية بشكل سلس ومرن دون أي قيود. المجتمع الدولي عليه أن يضاعف من المساعدات ويتخذ خطوات طارئة مباشرة بدل من البرامج الاعتيادية التي تقدم في الحالات الطبيعية. لابد من برنامج استثنائي لمحافظة تعز طارئ بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا الكرام، فيما يتصل بجمهورنا المتابع على صفحة البرنامج على الفيسبوك، فقد طرحنا تساؤلا عن الاحتياجات الإغاثية الضرورية لمحافظة تعز، وكيف يمكن ضمان استمرار وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين، وقد وردتنا إجابات مختلفة اخترنا منها ما يلي. من هذه الإجابات التي وردتنا لمحمد شعر الذي قال: الأمم المتحدة وبصلاحيتها ونفوذها لدي أطراف الصراع قادرة أن تصل إلى أي منطقة خاصة بالنزاع، وعذرها بمنعها من الدخول يضع علامة ألف استفهام واستفهام تبرير غير مقنع وفيه شبهة يعلم عنها الجميع وعن أهدافها ودوافعها، ومعروف عن احتياجات المناطق المنكوبة وأولها الأساسية منها مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى الآمن للمشردين منهم، إلى جانب الاحتياج الطبي بكافة جوانبه. إذن كان هذا هو رأي محمد شعرة عن الاحتياجات وأسباب عدم وصول المساعدات إلى تعز. تعليق آخر لأبو أسيل شهر قال فيه: هل يعقل أن ميليشيات حوثية تمنع فريق كفريق الأمم المتحدة من الدخول إلى تعز؟ من تكون حتى تمنع وفد الأمم المتحدة؟ هم يضحكون على المساكين فقط، وأنا سوف أعود بهذا السبب في التعامل. الأمم المتحدة بكل جبروتها تمنع من حوثيين قمة المهزلة، هم لا يريدون مساعدتهم، يريدون لأصحابهم أن يبدو أكثر. الوضع في تعز كارثي بامتياز، والمستشفيات على وشك إغلاق أبوابها، وهذا أهم شيء في تعز، رفض المستشفيات بكل أنواع الأدوية حتى تعود المستشفيات إلى عملها لكي لا تتوقف عن خدمة الناس. أما بالنسبة للوضع الإنساني فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان هذا هو رأي أبو أسيل شاهر. رأي آخر من الآراء التي وردتنا على صفحة الفيسبوك حول الموضوع، رأي آخر لآلاء القدسي التي قالت: دعم المستشفيات بالأدوية والأدوات الطبية أعتقد أنها هي الأهم هذه الفترة، كذلك المواد الغذائية الأساسية واحتياجات الشتاء للأطفال، وأعتقد الأمم المتحدة قادرة للوصول لتعز متى ما أرادت ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، بخلاصة آراء المشاركين عبر الفيسبوك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج بين قوسين. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معنا عبر سكايب من نيويورك الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، وعبر الهاتف من صنعاء محمد الأسعدي مسؤول الإعلام والاتصال بمكتب اليونيسف في اليمن. وكان معنا من تعز حياة الذبحاني عضو ائتلاف الإغاثة، ومن تعز أيضا كان معي أيمن المخلافي مدير عضو ائتلاف الإغاثة بتعز. هذه تحيتي أنا أمل علي وهي لكم من زميلاي وديع عطا وإلهام عامر وكافة طاقم البرنامج. إلى اللقاء.